ناخد عضو مجلس اداره نادي الاهلي سريعا استاذ عماد وحيد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كيف ازيك؟ ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ سلم على ضيوفك كابتن حد ما انا فاهم، كابتن اكرامي وكابتن احمد حسن وكابتن زكريا. ربنا يخليك يا فندم. يعني عماد بيه الحقيقه احنا كنا بنتكلم فاتحين الموضوع دلوقتي مع كابتن اكرامي، كابتن زكريا، كابتن احمد حسن، والناس في حيره. بعض الاراء يعني هناك وجهات نظر ان المجلس اللي موجود الوزير ينفذ الحكم ويمد للمجلس او يعين المجلس الموجود يكمل لحين انتخابات جايه، وهناك اراء مختلفه، وهناك وجهه نظر ان في بعض اعضاء مجلس الاداره يعني سوف يعني يرفضون التعيين. لا ده اكيد طبعا مش بعض يعني. لا بص يا سيف، ما خلينا بقى يعني احنا حصلنا كتير قوي على كيان النادي الاهلي من يوم ما جه. انا هوديك في حته ثانيه خالص. اتفضل يا فندم. تحملنا كتير وقد يكون عندنا اخطاء، والحقيقه الموضوع يعني زاد عن حده. يعني انا علشان يجي النهارده واحد يبوظ الانتخابات وهو بيديرها، وبص الاقي الجاني الاثنين اللي يعني هم ثلاث اطراف، مجلس السابق للنادي الاهلي، وزاره الشباب والرياضه والجهه الاداريه، ومجلس اداره النادي الاهلي الذي انا بعتبره جسم غريب في هذه الدعوه. تمام. بص الاقي الناس كلها بتتكلم على حل مجلس اداره النادي الاهلي، وده ما فيهوش مشكله خالص. انا مش عارف زكريا ولا انا سامع حاجه بيقول لك يعني بما معناه لازم يتشال. احنا ما عندناش مشكله خالص ان احنا نتشال. ان احنا لابد ان احنا محدش يا فندم قال كده على فكره. ايا كان ايا كان بس ده امر وارد. واي واحد محب انت جنبك الكابتن اكرامي يعني بيمثل زمن كلنا كنا بيعلم تماما قيمه ان اي حد يخدم النادي. كابتن زكريا ناصف واخي العزيز او اخويا الصغير احمد حسن اللي اتشرفنا بيه وحقق لنا انتصارات، لكن الموضوع كده تختلط الامور. يعني انا من الثلاثه المعنيين مجلس اداره النادي الاهلي اللي يتحل. لا طب واللي صنع والجاني الجاني اللي هو فيه ناس فيه شاب سامع بيقول لك خالد عبد العزيز بيستقبل مين لترشيحه؟ انت هتجيب الجاني كمان تعينه؟ لا ده امر غريب بقى. انت قصدك حضرتك ان المجلس السابق هو الجاني؟ امال مين اللي عمل الترتيبات بتاعت هو المجلس السابق ده مش قاعد عامل غرفه عمليات ثلاث في اللجنه الاولمبيه واللي هو من حقه الاهلي هيعمل انتخابات؟ الحقوا الاهلي نزل كشوف الجهه الاداريه. لا ايه هرجع بالزمن يا اخي سيف علشان ولو مش فاكر. لا يا فندم فاكر مع حضرتك. لا لا ده اتعملت غرفه عمليات. تمام. كان كل ما بتحصل خطوه من الجهه الاداريه بتبعت ايميل من عضو وعضوه في مجلس الاداره الحقوا النادي وزاره الشباب والرياضه هتعمل انتخابات اللي هو سموه بعد كده الاستقواء بالخارج يا كابتن سيف. تمام يا فندم. وبعدين تحملنا ومن يوم ما حطينا من يوم ما دخلنا هذا المجلس وكل ما نتكلم يا جماعه ما يصحش ده النادي الاهلي بتاع صندوق المبادئ اللي بتفتحوه شويه وتقفلوه شويه. تقدر تقول لي الاستاذ اللي رفع الدعوه ايه صفته؟ كان مرشح نفسه؟ انه يرفع قضيه ثالث يوم اعلان النتيجه؟ امال ايه صفته؟ نفتح الصندوق ولا نفتح الصندوق؟ امال ايه صفته يا فندم؟ هو ليه مصلحه، راجل محب قوي، راجل يعني غيور قوي على الاجراءات الاداريه بتاعت الانتخابات. طبعا المجلس السابق ووزاره الشباب والرياضه. يتشالوا الثلاثه يتحاسب المجلس السابق واحنا نتشال والمسؤول في الجهه الاداريه يتحاسب. ما فيش مشكله خالص لان احنا مش خايفين من حاجه وما فيش حد استفاد منه. احنا بنتولى امور النادي الاهلي في مرحله صعبه ودقيقه وقد نكون قصدنا وقد نكون اخطانا. احنا مش ده بنتكلم فيه، انما انت النهارده من المنظومه اللي حصلت من كل الاشكاليه قاعدين نتكلم في مجلس اداره الاهلي اتفضل يمشي مجلس مين اللي هيمشي معاه؟ ومين اللي هيتحاسب كمان معاه؟ ده الموضوع عشان الناس تحط ليه. انا عاوز اعرف انا اللي راح اشتكى هو عضو عامل في نادي مين اللي وديه؟ ما راحش نفسه استاذ عتريس ولا مش عارف دعبس اللي راح رفع قضيه ده كان مرشح نفسه يعني؟
امال مين امال مين يوجهه يا فندم؟ على ان الكشوف تتعلق 45 يوم ولا 21 يوم؟ اه امال مين اللي وجهه يا فندم من وجهه نظر حضرتك؟ نعم مين اللي وجهه؟ المرشحين نفسهم في ال واللي كانوا بيدعموهم. اه قصدي يا سلام هي دي عاوزه سؤال ولا ايه يا استاذ فيه؟ انا ما اعرفش يا فندم، انا انت حضرتك بتقول حاجه فبوضحها للناس. انا اللي بقول لك بقى. اه بص يا شيخ، احنا تحملنا كتير. تحملنا تجاوز. لا وكمان يقول لك لجنه الانقاذ، انقاذ ده انا بقالي 50 سنه. طب اسال الكابتن اكرامي كده، لجنه الانقاذ دي اللي قاعده تطلع بيان في مؤسسه الاهرام، المؤسسه الاولى في الشرق الاوسط، يعرف مين فيها؟ لجنه انقاذ بتحاسب ناس بقى لها انا بقى لي 50 سنه في النادي الاهلي. انقاذ، انقاذ من ايه؟ من اهدار مال عام ولا من فساد ولا من ايه؟ مش عارف ايه لجنه الانقاذ دي، انا ما اعرفش فيها حد. كل يوم اسمع اسم. حاجه تخلي الواحد يشعر بالاسى. فكده يا فندم الامور صعبه، يعني طب الجزئيه الثانيه يا فندم المهمه جدا، انتوا دلوقتي فعلا اخدين قرار ان انتوا مش هتتعينوا، يعني مش هتقبلوا القرار ده؟ والله يا بص يا استاذ، احنا قاعدين بنشوف اللي بيحصل ايه في، بس مثلا انا ما يعني ما بحبوش يعني هابط شويه، يقول لك اللي حضر العفريت يصرفه. اه مين اللي حضره يا فندم؟ هم في اشكاليه دلوقتي، لا هم اللي عملوا الحكايه دي. انا ماليش دعوه، انا جسم غريب في هذه الدعوه، يشلني يا سيدي. انا ما عنديش. ايوه يا فندم، بس بعد اذن حضرتك في، لكن انا انا حدافع عن حقوق الجمعيه العموميه واختياراتها لاخر حدافع لاخر العالم يا فندم. حدافع عنها ازاي والنهارده لو جه النهارده الوزير عين المجلس هو حضرتك بتقول لا مش هنقبل؟ طب خلاص يبقى حضرتك هتدافع عنها ازاي؟ لا انا اتعين لسه، عاوز اشوف الاليه بتاعت التعيين ده بتبقى قد ايه؟ ويحقق تكافؤ فرص ولا كمان الاقي نفسي بعد شهرين وانا شغال في مسيره الناس مش حاسه؟ احنا يعني الناس مش حاسه انت بتشتغل في ظروف صعبه. تراجعت فيها الموارد وحاجه لا يتحملها انسان من كل ناحيه. يعني وكان النادي الاهلي ده لم يهدم، وكان النادي الاهلي ده بالقطعه بتتحاسب اليوم. انا حاسس يعني. انا حاسس من كلام حضرتك ان حضرتك برضو في موقف مع المهندس خالد عبد العزيز، يعني انتوا شايفين برضو ان هو موقفه ما كانش معاكوا برضو على المستوى المطلوب، يعني حضرتك قلت لي بيستقبل ناس من المجالس السابقه وهم السبب. انا ما اعرفش، انا سمعت هكذا، قد يكون الكلام ده. انا بقول يعني اللي بيلوح في الجرايد، ما خلي بالك يا سيف، اتفضل، في ناس دلوقتي بتعمل لنفسها دعايه، يعني يقول لك ايه فلان الفلاني اقرب المرشحين. ده وسيله من الضغط الاعلام يعني ومش عارف هاشتاج باسم مين. طب اللي عاوز يتفضل يرجع النادي الاهلي يقدم فتح حسابه عن الفتره اللي فاتت 12 سنه اللي قبل احنا، يقول والله انا عملت كذا وكذا وكذا وحققت الجمعيه العموميه كذا وما حققتش كذا وعملت المشاريع الفلانيه، لان ده نادي مع كامل احترامي طبعا. احنا نادي رياضي ونادي كروي ونادي بطولات، لكن كمان لا ما تقدرش تغفل 600,000 ممارس المباراه. اللي عاوز يرجع يتفضل يقول لمجلس، يقول للجمعيه العموميه انا راجع وبرنامجي اهو ناوي اعمل ده وناوي اعمل ده. هل ما ينفعش حد يبدا طبقا للقانون؟ هل ممكن يا فندم من وجهه نظر، هل من وجهه نظر حضرتك ممكن حد من رموز الاهلي اللي دايما كانوا يعني بيحاربوا ان النادي الاهلي ما يتعينلوش مجلس ممكن يقبل التعيين؟ كنت لسه بتكلم مع الكابتن اكرامي وقال لي من المستحيلين ان حد داخل النادي الاهلي يقبل ان هو رئيس حسب صندوق المبادئ. احنا عندنا صندوق مبادئ يتفتح كده زي الكوبري اللي في لندن اللي بيتفتح شويه ويقفل شويه. يحللوا هم زي ما هم عاوزين. في ناس اعتبرت نفسها وصيه على النادي الاهلي تقعد فيه، ولما تيجي تمشي تختار مين كمان اللي يقعد فيه. يا كده يترفع عليك قضايا اجراءات وده وده وده، ودي حقيقه دعونا لا نتخفى ورا يعني ايكو. لا كويس، انا مبسوط من تصريح حضرتك الحقيقه. لا هو كده، انا يا موجود او هقعد اشتكي في اللجنه الاولمبيه وثمان سنين وده وده وده. طب خلاص انا مش موجود، يبقى المجلس الثاني اجي احطه، مش المجلس الثاني ما جاش اقدم شكوى في الجهه الاداريه بالاجراءات اللي انا عملتها. معنى كده ان حضرتك الفتره انا ليه داخلي بالاجراءات دي؟
مظبوط. معنى كده ان الفتره الجايه حضرتك هتعمل ايه في المصاريف؟ هتعمل ايه كمان في المصاريف اللي اتصرفت على الانتخابات من داخل الناس؟ ده ملعان. اه الانتخابات دي اتصرف عليها فلوس علشان السيت اب والترتيبات والطباعه والمطابع. يعني خلي بالك انت مدخل نفسك في مشاكل كده. يعني معنى كلام حضرتك ان انا فهمت دلوقتي من كلام حضرتك ان حضرتك بتقول لا انا هدافع على 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 قرار الجمعيه العموميه وعلى حقوق الجمعيه العموميه، يعني مش هت مش مش هيحصل انسحاب في هدوء. شرعيه لكن مش بالتعيين. بتعين ايه؟ انا راجل نجحنا في انتخابات باراده في ظل حرب صغيره علشان الانتخابات دي ما تقامش. علشان نطبع نلغي الثمان سنين والميثاق الاولمبي. انا مش عارف بقى الميثاق الاولمبي النهارده فين؟ موجود ولا لكن اللي عاوز اؤكده لك واكده للناس المحترمين اللي معاك ان ما فيش واحد حد من اللي موجودين بيبغى مصلحه وما حدش هيقعد ضد اراده حد اطلاقا يا كابتن سيف. مش هيحصل ولا كمان هيحصل ان يجي حد على مصلحه ضد رغبه اعضاء الجمعيه العموميه. طب هل يا فندم مش شايف حضرتك ان في التوقيت ده محتاج ان مجلس الاداره يقعد ويكون ليه قرار واحد موحد؟ يعني انا الحقيقه بسمع دلوقتي ان 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 انتوا مش على قرار واحد، لربما النهارده في تصريحات دكتور احمد سعيد، في تصريحات حضرتك، في تصريحات الحاج محمد عبد الوهاب. هل حضرتك مش شايف ليه كلها تدور في نطاق واحد؟ هو احنا خلي بالك احنا ملناش انبوت. يعني ما نقدرش نقول ايه يا جماعه ما ينفعش ان ده مع حكم محكمه للاعراف والقوانين المصريه. انا ماليش علاقه بيه. لكن كمان ما هو في مشكله. انت هتعمل ايه؟ انت يعني نظمت الانتخابات سواء الطرف اللي في النادي الاهلي او الطرف بتاع الجهه الاداريه، قول لي كمان هتعمل ايه؟ ما هو مشترك. ده انا الوحيد اللي مش مشترك في هذا الفعل. صح، انت انا فهمت كده من اللي حضر العفريت يصرفه، يعني حضرتك عايز تقول ان الطرفين المجلس القديم ووزاره الشباب والرياضه في حيره، هم اللي عملوا انتخابات، هم اللي بيتكلموا عن الميثاق الاولمبي. المجلس القديم لازم يبرر عمل كده ليه؟ يا كابتن سيف، طب ما هي سهله بقى كل مجلس يجي العب لي شويه اجراءات وورط ويجي اللي باقيينهم ثاني يوم. الاستاذ عفريت كان في مداخله مع حازم اظن بيقولوا الناس فاهمه ان الموضوع ده جديد، الموضوع ده على طول بعد الانتخابات. الله، ايه حكايه بعد الانتخابات يعني؟ طب حضرتك حاسس ان المجلس القديم دي كانت خطوات عارفين ان هي هتبطل الانتخابات؟ ده بلا شك يعني. بلا شك. يعني الموضوع بيقرأ نفسه. المجلس القديم معذور، ناس فاهمه ان هم بس اللي يقدروا يديروا النادي الاهلي. ولو حبوا يمشوا يجيبوا ناس هم بيثقوا فيها يعني اللي كانوا موجودين اللي فيهم ناس كنا هنسمع عنهم اول مره يعني. تمام. هل يا فندم لو اتحطت الضمانات اللي انتوا طالبينها وعين الوزير المجلس هو لمده لحين صدور قرار جديد ولرغبه الجمعيه العموميه ولعدم التدخل في نفس الوقت يبقى خلص نفذ الحكم القانوني، هل هتقبله بشكل جماعي ولا في ناس برضو ممكن ترفض؟ والله يا كابتن سيف قبل نهاية الأسبوع هيكون في اجتماع وهنتشاور في هذا الموضوع، ولكن في أسس ثابتة إن اللي اختارته الجماعة لا ما يتعينش يعني. لازم يشوفوا حل يحافظ على كبرياء مؤسسة بقى لها 108 سنة. تمام. أتمنى لك يا فندم كل التوفيق إن شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أزمة وأزمة كبيرة، والأستاذ عماد وحيد أعتقد أنه هو فتح النار من جميع النواحي.